قالت القوى المتبقية ضمن الاتفاق النووي إنها وافقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران، بما في ذلك في مجال النفط، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم في عام 2015. وقالت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع مع مسؤولين كبار، قالت إن المشاركين رحبوا بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، لا سيما المبادرة لافتتاح آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط.